مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا الطريق الى الهجره الى كندا. طبعا بهذا البرنامج احنا بنحكي فيه عن افضل واسرع واسهل الطرق للوصول الى كندا كهجره. لكن في البدايه انا حابب انوه على شغلتين اساسيات. الشغله الاولى انه اليوم للاسف في مقاطعه انتاريو ومقاطعه كيبيك انذر ريكورد باعداد المصابين. بنركز على الجميع، انتوا اهلنا وحبايبنا وصحتكم بتهمنا، وان شاء الله رب العالمين نسمع دائما الاخبار الكويسه انه ما ضل عندنا كيسز ورجعنا للصفر يا رب. فالتزموا بيوتكم، التزموا بقواعد الحجر الصحي اللي عم بتصير، التزموا بتعليمات الحكومه، تاكدوا انه ما في حدا بده يضركم. الهدف الاساسي والاكثر والاهم انه تكون صحتكم دائما بخير وبركه، انتوا واهاليكم طبعا. الشغله الثانيه اللي حابب اذكركم فيها انه الليل ان شاء الله الساعه 9 حيكون اول حلقه من حلقات موهوب العرب في كندا وامريكا. تابعونا، هاي الحلقات لاول مره بتصير في 40 متسابق. راح تكون تقريبا 3 اشهر عندنا المسابقه، اول مره بتصير اونلاين، فيها تشالنجز كتير. بدنا دعمكم، دعمكم للمتسابقين، حتى لو انت شايف انه مش كتير هذا التشالنج ودخوله لهذا الدور ومحاولته انه يظهر ما عنده سواء طفل او كبير، شيء احنا بنحترمه وفعلا بنقدره لانه كلهم مواهب. يعني احنا سمعنا شغلات صراحه رائعه جدا، سواء بالتمثيل، بالموسيقى، بالفن، بالرسم، بالالعاب الرياضيه، بالمواهب الذهنيه، اشياء رائعه جدا. نوعدكم انه يكون عندنا مسابقات ثانيه، بس بدنا دعمكم الان في هاي المسابقه اليوم الساعه 9 على كنار تي في، صوت العرب من كندا. ما تركت شيء للاستاذ محمد، ما بتقصر دائما دكتور جمال، وقريحتك دائما تفيض بالاشياء الحلوه. الحقيقه اليوم فعلا المسابقه هي فعلا تحدي كبير جدا، والمتسابقين امامهم تحدي كبير جدا انهم يبينوا كل مواهبهم اونلاين. وهذه زي ما حكيت اول مره بتصير هذه المسابقه بهذا الشكل وبهذه الطريقه، والاهم انه اول مره بتصير مسابقه فيها ترفيه وفيها مواهب واظهار مواهب في عصر الكورونا. فبجوز نكون سبقنا العالم كله احنا اذا بنعمل مواهب في عصر الكورونا. فيعني ان شاء الله هذا الكلام يكون يعني يبعد التعب، يزيل الهم، يريح الناس، يفرج عنهم شوي، يخليهم يبعدوا عن ضوضاء الأمراض والأوبئة والمشاكل والإحساس بالمتاعب. يعني نحاول نخفف من وطأة هذا الوباء وهذه الأوقات الحرجة من الحظر والحجر. إيه ما بدنا نكثر كثير ونبعد عن قبل ما تبدأ محمد، شو رأيك نورجيهم البرومو كمان مرة عشان يتشجعوا؟ خلينا نفرجيهم البرومو. ممتاز، يلا. يلا.
طيب رجعنا، والحقيقة يعني مسابقة مهمة، ندعوكم إنه تتابعوها، وحيكون في تصويت للجمهور، وحنخبركم وقت التصويت متى، فتابعوا عشان تعرفوا متى حتصوتوا للمتسابقين. الآن خلينا يعني نرحب بضيفنا الدائم ويعني صاحب البيت زي ما بنحكي دائما، دكتور عمر حاي. أهلا وسهلا دكتور عمر. تحياتي لكم جميعا. دكتور أنا بس بدي أحكي، حتدخل معنا المسابقة؟ عفوا أستاذ محمد. دكتور عمر إحنا ندعوك إنك تشارك بالمسابقة وتقدم واحدة من المواهب، لأنه خاصة كثير بيحكوا عنك إنه يعني فيك شبه من الستارز العالمية. والله هو شبه، بس هل الموهبة موجودة؟ ما ظنش موجودة. إن شاء الله موهبتك تكون في مساعدة اللي بديجوا على كندا. هيك كلام فعلا، كلام حلو ومشجع. صحيح، وهذه موهبة واضحة الصراحة. وأنا هنا صراحة خليني أحكي كلمة إذا تسمح لي دكتور عمرو ودكتور جمال. تفضل. أنا بدي أحكي شغلة بس لأصدقائنا جميعا، وبدي أحكي لهم إياها من القلب حقيقة. أول شيء حتى أبعد أي تفكير أو أي شبهة أحد يلبس لأحد أو يفكر تفكير هيك بعيد عن الحقيقة والمنطق، بدي أحكي لكم أنه الدكتور عمر موجود معنا في هذه الحلقات بيقدم من المعلومات التي لديه في هذه الحلقات وهذا البرنامج. ما في أي إجبار لأي واحد أنه يتعامل مع الدكتور عمر، ممكن يأخذ المعلومة من الدكتور عمر ويروح يناقش فيها مستشار الهجرة تبعه اللي هو بتعامل معه. يعني بمعنى آخر، الهدف من هذا البرنامج هو التوضيح والتبيين وفتح الآفاق للمشاهد، وليس عمل دعاية لفلان أو فلان أو فلان. اليوم أنت لك عقل وبتسمع، ومن خلال عقلك اللي بتسمع فيه أنت بإمكانك تأخذ سلاح معلومة تروح فيها على مستشارك اللي أنت تتعامل معه، أو تدخل على الموقع موقع الهجرة فتروح تقدم الابليكيشن تبعك بناء على المعلومات اللي أنت شفتها في هذا البرنامج. أعطيكم قصة حقيقية صارت معي. أنا إلي صديق في السعودية، هذا الصديق ظلوا على مدار سنة هو بتعامل مع مستشار هجرة في كندا، المفروض أنه في كندا، لكن تبين له أنه هو بيشتغل عبر الويب سايت والإنترنت والأمور هاي. ولما كان بيتعامل معه كان بيتعامل على الإكسبرس إنتري، وحكى له بالأخير، حكى له أنت لو معك أوفر أنا مباشرة بنتهي موضوعك تماما، لأنه سنة هو بيشتغل معه مش شايف أي نتيجة. فحكى معي، حكيت له طيب أنا أوردي بدي موظف، فممكن أعلن وأمشي في الليميا وأمشي في المواضيع هاي، أعطيني شو الستبس اللي بدك إياها وبشوف شو رسميا بنمشى فيها وبمشي فيها. مشيت في الموضوع رسميا، وصلنا لخط أو لطريق مسدود، انطلب منا بعض الكودز، انطلب منا شيء في كود للليميا أشياء لهيك. لما رجعنا سألنا عن هذا الكلام، واستشرت أحد أصدقائي من مستشاري الهجرة، وبالمناسبة يعني صديق مرخص في كندا، وهو صديق صدوق ومستشار هجرة حقيقي ومستشار هجرة محترم وصادق في تعاملاته. فحكى لي خلي يحكي معي، فلما حكى معه صديقي والاستشارة كانت مجانا، حكى له في رقم لازم نتاخده أو في أبليكيشن، رقم للأبليكيشن أنه طلبك انقبل أو أنه مشت المعاملة تبعك. فتبين له أنه ذلك المستشار اللي كان بيشتغل عن طريق الإنترنت لا عمل له أبليكيشن ولا عمل له شيء، وكان بده يدخل معه بمرحلة جديدة وعشان يدفع مقابلها مبلغ جديد، وبعدين ما يكون عمل له أصلا شيء. اللي بقصده في هذا الكلام انه انت لما بتسمع من اكثر من طرف انت بتتنور، انت بتستطيع تروح لمستشارك اللي بتحكي معه تحكي له هذه متطلبات المفروض ان انت صرت انا واصلها، انت ليش ما خلتني اوصل لهذه المرحلة، هذا المفروض انا يكون معي، او هذا لا يمكن انه يتم، او هذا قانونا ممنوع، او هذا القانون بيساعدني
انت ليش ما بتاخذني بهذه الاجراءات؟ انت بتتنور. ممكن تسال سؤال وتحكي عن الكيس تبعك ويجيك رد، الرد هذا يحكي لك انه انت الحاله تبعتك اللي بتحكي عنها مش منطقيه. زي صديق اخر حكى لي انه في مكتب، وبالمناسبه اللي بحكي عنهم مكاتب كلهم غير عربيه، علشان الناس اللي حاطين على ادمغتهم انه العربي سيء والفرنجي برنجي، احب احكي لهم انه الامثله اللي بحكي لكم اياها من مكاتب غير عربيه. واحد من الاصدقاء تعامل مع مكتب حكى له تعال حتى بدون لغه. وقتها انا كلمت الدكتور عامر، حكيت له يا دكتور معقول هذا الكلام؟ حكى لي هذا الكلام مش صحيح. حكيت لصديقي والحمد لله حميته قبل ما ينصب علي. الامر الاخير بدي احكيه انه احنا بنقدم معلوماتنا يا جماعه على الهواء مباشره. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه اي مستشار هجره بده يطلع يتكلم كلام غير دقيق او مش متاكد منه، حيكون خطر عليه انه يحكيه بالعلن بهذا الشكل. ولذلك برجع بقول احنا هنا بنقدم المعلومه حتى يتنور الجميع. حاب ياخذ هذه المعلومه ويكمل فيها مع مستشاره بيكمل، حاب ياخذ هذه المعلومه ويكمل فيها عبر الموقع الحكومي للهجره بيكون متنور وعارف طريقه وبيدخل وبيعرف شو بده. حاب انه يكمل مع مستشار هجره من جديد ما بيعرفوش او بيعرفه، إله الخيار كاملا. وواحده من الخيارات هاي ايضا انه يروح للدكتور عمرو ويقول له انا بدي تكمل لي في المعامله هذه وتعمل لي اياها زي اي مستشار هجره موجود. فارجو انه هذا الكلام يكون واضح يا اصدقائنا، وارجو من اللي دائما بهونوا من اي وظيفه من الوظائف، احكي لهم انت من حيث لا تدري تضر غيرك وانت تعتقد انك تفيده. لما انت بتهون من قيمه وظيفه من الوظائف بتخلي هذا الشخص يتجرأ عليها، وبالتالي بتخلي واحد يقول له أنا بعمل لك العملية كلها $50 زي ما صار مع البعض، ادفع لي $50 وأنا بمشي لك في كل الموضوع، وبدفع له $50 وبضحك عليه وبنصب عليه. فأنت خوفا عليه من أنه ينصب عليه $500 رحت سمحت له أنه ينصب عليه $50 و$100. فهذه حبيت أني أبدأ فيها، وإن شاء الله يكون المسج وصلت للجميع، وإن شاء الله يكون في عنا عقول يعني نقرأ فيها الأمور، وبالأخير قرار يكون في إيدنا. هون إحنا نعطيكم معلومة حتى تتنوروا. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك، شكرا كثير دكتور عمر، أهلا وسهلا فيك مرة تانية. بنحط معلومات تواصل مع دكتور عمر اللي حاب يتواصل معه الدايركت، هذه المعلومات الإيميل أهم شيء، أهم طريقة للتواصل معه اللي هو info@amroimmigration.ca. دكتور عمر إجانا وإجاك أتوقع أسئلة كثير بعد الحلقة الماضية اللي سويناها عن موضوع هجرة الفنانين والموسيقيين إلى كندا، وصراحة يعني اللي تواصلوا معنا كثرة، فحابين نحط تصور أو نرجع نحكي بطريقة أكثر تفصيليا عن هذا الموضوع، لأنه فعلا في ناس كتير ممكن ييجوا لكندا عن هذا البرنامج اللي هو مفتوح للكل وقليلين اللي بيحكوا عنه. تمام، لو تبدأ بمقدمة عن هذا البرنامج. تمام، شكرا دكتور. بس قبل ما جاوبك على سؤالك بس بدي أعلي تعليق بسيط على كلام أستاذ محمد. أنا بحكي ممكن الاستنتاج أو الفائدة من كلام أستاذ محمد هو، ما أنا بعطيها نصيحة للكل دائما، إحنا بنحكي هنا على قنار تي في معلومات، يمكن الإنسان بيقتنع فيها يمكن ما يقتنع، يمكن يجي معنا يمكن يروح عند غيرنا. طيب، هي معلومات عبارة عن تقريبا جلب الانتباه لأشياء يمكن تكون غايبة عن بعض الناس. بس أنا بحكي في هناك قاعدة ذهبية، ما تكون بخيل انك تروح على اي مكتب تاخذ استشاره حتى لو كان مدفوع الثمن وحتى لو تكون مكلفه، لانه هاي الاستشاره هي بتفتح الباب قدامك بحيث لما تقرر وتتعامل مع احد المكاتب بتكون عارف شو بدك تسال وبتكون عارف انت شو عم تعمل، غير ما تروح انت على مكتب مغيب تماما ما بتعرف شو عم بصير. فاللي بحكي فيه انا ممكن الاستشاره بتكلفك شويه فلوس سواء عندي او عند غيري، انا ما بحكي عني انا، يعني في اي مكتب بتروح عليه انت اختاره بطريقتك، بس هاي الاستشارة هي هتعطيك معلومات وقواعد وبيانات على أساسها تقرر كيف بدك تمشي.
بحيث انه التكلفة البسيطة هتحاول تحميك من نصب كبيرة، لانه اغلبية عملية النصب والاحتيال بتصير هو انه الانسان بكون مغيب، وانت عارف كيف اغلبية الناس او الاغلبية العظمى يعني ممكن ما بيعرف قوانين الاميجريشن والهجرة وشو الشروط وكذا، فبتلاقي بعض المستشارين او يعني او جزء منهم سواء كان هون ولا بالخارج، يعني الانسان لما يكون عنده قلة ضمير وما بهمه اسمه وسمعته اعتقد سهل يلعب بين الحروف وبين بين بين الاسطر. فلذلك بحكي الاستشارة كثير مهمة بحيث انك تعرف انت جميع الان والاوت، كل الداخل والخارج، فانت بتحمي حالك مظبوط وبتاخذ القرار الصح بالوقت الصح. هذه اعتقد ممكن هي اكثر نصيحه بقدر اقدمها تعليق على كلامك استاذ محمد. انا بدي احكي بس اذا تسمح لي دكتور عمر بس برضو نقطه سريعه، بدي اعطيكم مثال يا اصدقائنا. الاونر اوبريتر اول مره انطرح في هذا المكان، انطرح في هذا البرنامج الاونر اوبريتر. احنا تكلمنا مع مجموعه من مستشاري الهجره، كان عندهم تحفظ عليه وكان عندهم راي فيه. دكتور عمر لما تكلمنا معه حكى عن الاونر اوبريتر وحكى انه هذا حيكون هو الـ يعني الـ 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 الكاتيجوري تبع الهجره القادم بشكل قوي. الان بعد مضي شهرين بجوز شهرين لما حكينا عن الاونر اوبريتر اول مره، شيء 3-4 شهور وجدنا الان بدا في كثير من العاملين في حقل الهجره، لانه ما بدي احكي مستشاري الهجره لانه في منهم مش مستشاري هجره ولكن يعني بيتكلموا في الهجره، بداوا يتكلموا عن الاونر اوبريتر. ف واكتشفوا انه الحكومه ركزت على الموضوع، واكتشفوا انه الحكومه صارت تعتبرها جزء من يعني وسائل الهجره المهمه جدا. فاللي بحكيه ايضا من عيده واللي حكى الدكتور عمر، انه هون انت تتلقى المعلومه بتنور فيها طريقك، ممكن تعرف فيها يعني وسيلة من وسائل الهجرة اللي ممكن تروح فيها لأي جهة وتتكلم معه فيها، إذا اطمأن قلبك إله تكمل معه وتستفيد. طيب موضوع كبير جدا، أنا لازم نسوي حلقة عن الموضوع هذا دكتور، عشان كيف نوعي الناس كيف يقدروا يستفسروا، وإنت حكيتها يعني بشكل واضح. هذا شغلك أكيد حتتقابل مقابل عملك، يعني مش فاتح المكتب يعني تروح على الدكتور بتدفع كشفية، فإتس نورمال يعني. شو رأيك دكتور نبدأ إن شاء الله؟ تمام. هلا المرة الماضية إحنا حكينا عن برنامج اللي هو سيلف إمبلويد. هلا لما تحكي عن سيلف إمبلويد بعض الناس بيكون عندهم يعني ميكس أب أو اختلاط بين سيلف إمبلويد كإنفستر والبرنامج المعروف وبين سيلف إمبلويد اللي هو فور تالنت. برنامج سيلف إمبلويد بحكي عنه لأصحاب الكفاءات، وهي مهن عديدة حكيناها وممكن أذكر بعضها مرة تانية بعض أسماء الوظائف. هذا البرنامج أول شيء رقم واحد بحكي هو برنامج فيدرالي، يعني معنى آخر أنت هو على فكرة برنامج فيدرالي وبرنامج كمان بخص كوبك. أنت متذكر معظم برامج الهجرة بتخص فيدرال بقول لك باستثناء كوبك. هذا البرنامج بيمثل اثنين، يعني اكاد اجزم انه ممكن البرنامج الوحيد اللي هو بخص كوبك وبجمع مع الفيدرال مع بعض. فلذلك لما تروح انت على الابلكيشن بقول لك it is for federal and كوبك. فالبرنامج هو يعني بنعمل لاي واحد بتروح على كوبك وصل له بروستنج هناك او فيدرال باي مقاطعه من المقاطعات اللي هي موجوده بكندا. فالبرنامج هو فيدرال، البرنامج هو هجره عاديه، الهدف منه بالنهايه بتاخذ اقامه دائمه، يعني هو شبيه بالإكسبرس إنتري كمنتج نهائي. هلأ إجراءاته مختلفة شوي. فالبرنامج فيدرال، برنامج هدفه هو عبارة عن هجرة بعطيك في النهاية إقامة دائمة. البروسينج تايم طبعه أو فترة الزمن ممكن حوالي تقريبا بسنة، ممكن بسنة وشوي بس ممكن أقل شوي حسب. تعرف كيف بالإميجريشن في عندك ثلاث عوامل بيعملوها، لو تشيك على الدوكيومنت، تشيك أمني داخلي، تشيك أمني خارجي. فهذه كلها ممكن تختلف بين شخص وبين شخص آخر. فالبرنامج برنامج هجرة بحد ذاته. طبعاً بالنهاية كل برامج الهجرة هي عبارة عن بوينت، بس الكويس بهذا البرنامج ما في كوتا، ما في مناسبة، يعني ما في منافسة جديدة بين الناس.
أكيد الحكومة الكندية ممكن بينها وبين نفسها بأخذوا أرقام عدد معين كل سنة بالذات بهاي الكفاءات، بس أنا ما بعرفها. إيه الحكومة بتقرر قديش كل سنة بتأخذ من كل جهة، بس إذا أنت كنت ضمن هذه الوظائف فأنت مؤهل، بالشرط يكون عندك شرطين أساسيات. الشرط الأول، لما أنت تكون من أصحاب المواهب الخاصة بالرياضة وما شابه، يعني أنا بحكي لك مثلا وظائف اللي هو مثلا، يعني أنا لما أحكي عن الرياضيين هم اللاعبين والحكام والمدربين وأصحاب اللي هو المراكز التعليمية الرياضية وما شابه، هاي بالرياضة. أو عندك الوظائف الثانية اللي هي، أو المهن الثانية اللي هو في مجال الثقافي والكلتشر، ووظائف عديدة جدا أنا ممكن أذكر هلا بعد شوية يعني جزء منها. الشرط الأساسي إنه يكون عندك سنتين مينيمم إكسبيرينس، هذه شرط أساسي. كيف إحنا كنا سنتين خبرة، هلا كيف إحنا كنا نحكي بالبرامج الثانية إنه الشرط الأساسي يكون عندك مثلا بالإكسبرس إنترز يكون عندك أتليست وان يير خبرة من برا. نفس الشيء هذا البرنامج، حتى تكون مؤهل الشرط الأساسي رقم واحد يكون عندك أنت سنتين خبرة. هلا سنتين خبرة في المجال هذا، في المجال اللي بدك تقدم في المجال. هلا في فرق لما تحكي أنت عن رياضيين، إذا كان عندك سنتين خبرة ممكن تكون كسلف إمبلويد، وأنا هلا بقول لك شو معنى كلمة سلف إمبلويد، أو سنتين خبرة كلاعب أولمبي مثلا مشهور famous، إلك إنجازات، إلك acknowledgement، إلك يعني ما أخذ كتير شغلات جوائز من الدولة، إلك وضعك، هاي تختلف. فلما أنت تكون من إحدى الرياضيين اللي هو بايونير بهذا المجال ومعروف وما أخذ جوائز عديدة، أنت عاجب لما يكون واحد لاعب رياضي ما بيكون self-employed، هو بيكون لاعب، والحكم هو حكم بهالنادي، مظبوط ولا لا؟ كلمة سيلف امبلويد شوي بيقدرش هو يكون كومبلاي فيها، انه يكون هو عنده البزنس تبعه، لكن كون هو يكون مشهور بهذا المجال، سواء انه مشهور على مستوى عالمي او على مستوى ممكن المنتخب الدولي. معظم الرياضيين بيكون في عندهم اتحادات رياضية، ممكن عضويته بهذا الاتحاد تساعده. اعتقد الرياضة شوي كريتيكال، أعتقد ممكن لو تحكي لي مثلا منتخب نادي الزمالك، نعم يمكن يكون مقبول، لكن تقول لي والله منتخب نادي في قرية أو في منطقة تانية مش من النوادي الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، ممكن يكون وضع صعب. أكيد اللي بمثلوا الدولة أو المنتخب الوطني في الخارج هم مؤهلين بغض النظر شو أنواع الرياضة، ممكن تحكي عن يوغا، ممكن تحكي عن كرة قدم، ممكن تحكي عن أي نوع رياضة ممكن نفكر فيها. لما نروح على اللي هي التخصصات الثانية زي اللي بيشتغلوا في المكتبات، اللي بيشتغلوا في المتاحف، الموسيقيين، الرياضيين، كل هاللي احنا حكيناها، يعني عندك أكثر من حوالي 40 تخصص، هذه لازم يكون عندك أنت سنتين سيلف إمبلويد. يعني معنى آخر إنك أنت لما تكون فريلانسر، معنى آخر ما تكونش موظف في هالمؤسسة الثقافية بتأخذ راتب آخر الشهر بتدفع الضريبة اسمك موظف. لكن لو كانت عندك مؤسستك، يعني ما في كتير ناس مثلا موسيقيين بس عنده مركز موسيقى أصبح سيلف إمبلويد، أو مثلا اللي خلينا نحكي جرافيك ديزاينر ممكن يكون عنده لما بيكون بشركة اسمه موظف، ممكن يكون عنده اللي هو self employed، عنده his own business، أو لو زي اللي إحنا بنحكيه هون بكندا فريلانسر، يعني هو مش مرتبط بدوام معين، بقدم هو مرتبط بassignments، مزبوط؟ أو يعني لما سنتين يكون هو لاعب منتخب أو على مستوى الدولة معروف أو مستوى العالمي، أو سنتين يكون self employed، أو سنة هيك وسنة هيك، يعني يكون mix up. يعني في ناس مثلا خلينا نحكي ملحنين معروفين، صح؟ نعم. هذا الملحن ممكن يكون لأما هو ملحن على مستوى الدولي معروف أو مثلا وزارة الثقافة والفنون، أو ممكن يكون هو عنده مركز موسيقي عنده سنة وعنده سنة هيك وهيك، أو سنتين يكون هو self-employed فعلا. طيب
دكتور، هل في أولويات لأصحاب المواهب؟ يعني في سلم للأولويات اللي مثلا بيكون هذه موهبته عادة بأخذ رانك أعلى؟ لا، هو ما في رانك معين، بس أنا متأكد في internal plan عند الجوفرمنت شو ياخذوا في كل منطقة. عندك فكرة مثلا أو توقعات؟ أبدا ما بعرف، ما عندي فكرة أبدا. نعم. تعرف البرنامج إذا بتطلع أنت على الجوفرمنت ويب سايت مذكور فيه كل شيء، كل شيء بحكي فيه أنا مذكور، بس ممكن مش بتفاصيل اللي حكيت لك، أنا بحكيها بطريقة تكون مقربة للمستمع. نعم. بس أنا متأكد إنه الدولة الحكومة الكندية أو المقاطعة، كل مقاطعة إلها كوتا معينة بهيك بهيك وظائف، بالرياضة بكذا بكذا، في أنا مشور. يعني شو هدف الدولة إنه يكون هذا النوع من الهجرات موجود؟ يعني محتاجين الدولة إنه يكون في عندهم ناس موهوبين؟ كندا ما فيها موهوبين؟ هلا أقول لك شغلة، أنت تعرف إنه إحنا يعني كندا هي عبارة عن مالتي كلتشر، صح؟ نعم. وكندا إلى حد ما هي دولة يعني جديدة مو قديمة. صحيح. أعتقد اندماج الحضارات، مو هذا الحكي الكل نحكي فيه، بيساعد على اندماج الحضارات. أعتقد هون عندك أنت في عندك وزارات خاصة بهذا الحكي بكل مقاطعة. نعم. وبيقدموا برامج وبيقدموا مساعدات للمساعدة في اللي هو اندماج الحضارات مع بعض. نعم. فهي كلها بتصب في نفس المجال، هي مالتي كلتشر. Like يعني خلينا نحكي integration. نعم. اللي عم تلعب دور. هلا ممكن يكون يعني ممكن يكون لهم بعد أكثر من أنا ما بعرفه أو ما خطر بالي، أو ممكن أكثر يعني من. أفهم من كلامك دكتور إنه الأشياء اللي لها علاقة بمهارات مرتبطة بثقافة معينة. يعني مثلاً الناس اللي بيشتغلوا بمواضيع لها علاقة مثلاً بأدوات موسيقية عربية قديمة مثلا، في حدا سأل عن موضوع الربابة مثلا، وممكن يكون في حدا بيعمل فنون تشكيلية مرتبطة بالزخرفة الإسلامية مثلا، مبدع في الموضوع هذا، له علاقة بثقافة يعني خارج المجال المنطقة اللي احنا فيها في كندا. هل هذا من بينطبق عليه نفس الكلام؟ اعتقد بنطبق. هو اعتقد ما دخل شو نوع الآلة الموسيقية بقدمه، قديش هذا الشخص له انفلونس او هيدي الثقافة قديش هي منتشرة في هالدولة هذه. نعم. وقديش هو له تأثير في 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 المكان اللي عايش فيه. لذلك في كثير ناس من افريقيا they are qualified. يعني احكي لك شغلة، الله يرحمه عبد موسى، عارف عبد موسى؟ طبعا. يعني اكيد لو 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 رجعنا للزمن حيكون مؤهل. اكيد طبعا. بتعطيك بعض الوظائف دكتور لو تقايلنا اياهم، لانه اكيد راح يساعد ناس كثير. هلا نحكي مثلا، نبلش في البدايه اللي هي الوظائف اللي علاقه بالارت والكلتشر. مثلا تحكي عن موظفين المكاتب اللي بيشتغلوا بالارشيف. نعم. مثلا اعطيك وظائف ثانيه، موظفين المكاتب اللي بيشتغلوا في الارشيف. اي واحد بمجال اللايبراري، المكاتب العامة وكذا، تعرف كيف؟ أيوة. هذول داري كواليفاي. أها. يعني هذول بحسبوهم من أصحاب ال. طبعاً. أصحاب المواهب. يا هلا بقول لك، لأما اللي عنده يعني عنده خبرة كافية ك ك كموظف في أعمال المكتبية، أو ممكن تحكي كمان اللي هم عندهم خبرة بالأرشيف، تعرف كيف الأرشيف؟ نعم. المكتبات شوي له علم خاص بذاته. صحيح. بعدين تحكي اللي الرايترز الكتاب. هلا بتحكي عن ترانسليشن، بس الترانسليشن اعتقد هي مش ترانسليشن اللي بيجي هون بتأهل يترجم من لغه قد ما هو له علاقه بالكلتشر والحضارات. كيف؟ جميل. يعني بتصور ممكن اللي بيشتغل ترانسليشن مثلا بدائره الاثار. مزبوط. كويس. مثلا مصر تعتبر دولة سياحية، بيجيها ناس من كل مهبة ودب. مزبوط. مزبوط. أعتقد كل واحد له علاقة بهاي هذا السكشن أكيد هو كواليفاي. وبعدين في مثلا على سيرة مصر والآثار المصرية كمان، اللي بيترجموا الرموز تبع الفراعنة، هذه فيها يعني علم خاص فيها، هذا ممكن ينطبق عليهم؟ مزبوط. صح. بتحكي عن الرايترز، المؤلفين، المحررين، الصحفيين.
خلينا نحكي اللي هم اللي بيعملوا البرفورمينج ارتست، اللي هم اللي بيعملوا البرفورمينج على المسرح، صح؟ نعم. يعني انا بحكي ممكن على مستوى اللي هي الالعاب البهلوانيه، مزبوط؟ نعم. اي شيء علاقه بالمسرح، المنتجين يعني بروديوسرز دايركتورز، بتحكي على الكومبوزرز الملحنين بالغناء، والارينجرز اللي هو بيعمل عمليه اللي هو التنسيق، نعم، الموسيقيين والمغنيين، الدانسرز. الدانسرز اعتقد الدانسرز ممكن يكون هو دانسر مشهور، مزبوط، زي فيفي عبده مثلا، او ممكن دانسرز بنوع مختلف، الممثلين والكوميديان، مزبوط، نعم. بالذات انت عارف كيف في كوميديان بيعملوا محاكاه لايف ستاند اب، البينترز الرسامين، اللي بيعملوا المجسمات، نعم، سكتشرز، اوكي، الفيجوال ارتس، اوكي. في اشياء كمان هي عباره عن تكنيكال سبورت لهي الوظائف، يعني مثلا اعطيك مثلا اللي بيشتغل مثلا اللي بيشتغل في الميوزيومز، اوكي، اللي هو تو مينتين ذا ميوزيومز من ناحيه كذا، في 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 اكيد نوع من التكنيكال نو هاو موجوده بالميوزيومز، نعم، اللي بيشتغل بالميوزيومز زي موحلين، اي وظيفه تكنيكال اكيوبيشن لها علاقه بميوزيوم او ارت جاليري دي ار كواليفايد. في سؤال دكتور، ببلشنج اديتور، يا اديتور از اديتور جوا، انا اجتني مثلا كثير شغله حالات من اشخاص، انا هيك مركز انا شو كيف نوع الوظيفه يكون، يعني مثلا بيقول لي والله اجتني كثير، انا والله مثلا كابتن الفريق في بلدي، وين؟ بالقريه اللي انا فيها او المدينه اللي فيها، او بلعب مع كذا، او انا بلعب انا وابني والله شاطرين باللعب، ما بتزبطش بيكون حلو هي بلعب انا وابني عندك عندك المصورين الفوتوغرافر، جرافيك ارتس تكنيشن، له علاقه بال يعني التكنيكال نو هاو بهذه الانسترومنتس، البرودكاستنج والبرفورمينج، الفيلم والفيديو كاميرا اوبريتورز، يعني اللي بيمسك الكاميرا الفيديو بيصور ويكون بروفيشنال، او بيصور يعني كاميرا عاديه، هذول كمان دي ار جود، منتجي الافلام مصوري الافلام كل هذه دي ار كواليفاي، اللي بيشتغلوا في محطات الاذاعه ومحطات اللي هي او تي في كتكنيشن دي ار كواليفاي، جميل، هو عنده النهى بهذا المجال بالذات، واضح. عندك تكنيشنز بيفهموا بالاوديو والفيديو، وهذا مطلوب، they are qualified، نعم. اي سبورت، يعني اي سبورت اكيوبيشن ان موشن بيكتشر برودكاستنج فوتوغرافي، كل هذه مقبوله. الانونسرز اللي هم الانونسر، ايش معنى الانونسر؟ مذيعين او مذيعين، في عندك وظائف هي عباره عن يعني الطاقه تبعها اللي هو كرييتيف ديزاينرز اند كرافتس بيرسونز، مثلا جرافيك ديزاينرز اند الستريترز، انتيريور ديزاينر اند انتيريور ديكوريتر، هون بنحكي لما تكون انت انتيريور ديزاينر انتيريور ديكوريتر، هاي كثير تخصصات موجوده في بلادنا، حتى هون موجوده بقوه، اعتقد هون نمبر 1 انك تكون انت سيلف امبلويد بهذا المجال، اذا انت عندك هذا البزنس كسيلف امبلويد في عندك شانس عالي. انا ملاحظ دكتور في تداخل في المفهوم ما بين الموهبه والمهنه، يعني احنا هذا بالنسبه لنا الديكور، مصمم الديكور والديكور الداخلي هذا بالنسبه لنا مهنه، ما فيش خلاص بس هو اذا فكرت فيه هو كمان انتيريا ديزاينر هي موهبه طبعا، هي انا هنا الان بشوفها اكثر منطقيه انه فيها لمسات، صحيح يعني انا عندي مثلا عندي الشرط انه يكون يعني ممكن يكون عنده يعني دارس مثلا واحد دارس نحكي تمريض وهو شغال بشغله ثانيه، مش شرط انه التعليم يكون مرتبط بالموهبه تبعته، ممكن
هو يا هو اهم شيء الخبره. نعم خبرته وين؟ يعني ممكن تلاقي طبيب بس مطرب، صح زي بالضبط بالضبط. اليوم ان شاء الله حنسمعك على ال هلا بنحكي مثلا على مستوى، بتعرف احنا شو بنحكي بلغتنا، التطريز او الباتن. يا تطريز او او, أو اللي يعني هاي الشغل فيها اللي هاند ميد، تصميم الازياء او التطريز او يعني المنسوجات، هذه المنسوجات اليدويه. لذلك لما انا اروح على اروح هلا على اللي هو الكواليفيكيشن الثاني، بتلاحظ كيف كمان الحكومه الكنديه عملت الريكويرمنت سهل جدا تتناسب مع الناس هاي. لانه الشخص ممكن يكون هيز بايونير مثلا بالتطريز لكن ثقافته اللغه الانجليزيه ضعيفه. طيب شو الاساسيات دكتور اللي بده اياها؟ خلينا نكمل بس هذه الوظائف. هلا بنحكي عن الرياضه، بنحكي الكارجز سبورت اوفيشر اند ريفرنس، هلا اللي هم اللي ماسكين مراكز رياضيه معروفين كمسؤولين او لا. او الحكام. تمام. حكام بدهم يجي هون دكتور عمر؟ مين هم؟ حكام، الحكام بدهم يهاجروا؟ لا لا مو الحكام، مو حكام القوى، مو الرؤساء، حكام الدول. فكرت الله يسترك الله يسترك. احنا بدنا يعني قصدي حكم مثلا كرة القدم او شيء، قصدي بعدين البلاد هذيك بتتعب اذا تركوها. يا هلا تعرف في اماكن كثيرة مثلا اللي هي عباره عن ريكريشن سنترز. نعم هذه اللي ماسكين هاي ريكريشن سنترز او ليدرز هم دي ار كواليفايد. نعم اعتقد موستلي انا غطيت موست اوف ذم. نعم الى حد ما. هذه اذا سنتين خبره بهاي باحدى واحد من هاي شو اسمه، او سنه او سنتين تكون انت مشهور او لاعب او كذا او ميكس. نعم اوكي هذه واحدة. الشرط الثاني يكون عندك أنت ما يثبت للأوفيسر إنه عندك القدرة لما توصل كندا تكون سيلف إمبلويد. وهاي الجزئية اللي بقدر أنا ألعب فيها دور واسع. اللي هو عن طريق وضع له بزنس بلان. نعم. مزبوط. عبارة عن بزنس بلان بس بشكل مبسط. إنه خطوتي أنا أول ما أوصل كندا 1 2 3 4. لأنه هذا شغلك ممكن يكون من البيت. هذا السبب مش مطلوب منك يكون رأس مال معك، يعني المطلوب منك يكون معك اللي هو المبلغ اللي مطلوب من أي واحد مهاجر حسب سكيلز. إذا كان هو زوجته ممكن 14 وكل طفل بصير يزيد، لكن حتى تثبت الأوفيسر إنه أنت عندك القدرة سيلف إمبلويد مش معقول يكون معك 16,000 أو 20,000 بس. يكون معك فلوس شوي زيادة عشان تقول له إنه أنا عندي القدرة أقعد بالبيت وبلشت أوبن ماي كومباني، يعني هي عبارة عن بزنس بلان. نعم نعم سهلة. ففي خطوه المكتب اللي بيعمل لك اياها بيساعدك انه كيف انك تكون في اقناع الاوفيسر، تعطيه خطه انك كيف تكون سيلف امبلويد لما توصل كندا. وهذا بيقودنا كمان لنقاشنا وحديثنا الاول اللي بدانا فيه، انه يعني احيانا بعض المكاتب بتكون مؤهله انه مش بس تحكي لك عبي هالطلب او تبلي لك الطلب زي ما البعض البعض بيعتقد انه انت بس عليك تملي الفورم وخلصنا بتوديه وانتهى. مليه مثلا اسم الاب واسم الام واسم الاولاد والاسماء هذه خلص اتس ايزي. لا يعني يكتشف الشخص وهو عماله بيكتب بالفورم تبعه انه في اوبشنز بده يختار من بينها، فاي اوبشن حيكون الافضل بالنسبه له. يا صح كلامك. وشي تاني كمان، نعم يعني مثلا زي الاونر اوبريتر، لما تطلع تمسك ملف او الابليكيشن تبع الاونر اوبريتر كلهم كم ورقه، لكن الشغل اللي قبل والبعد والباك اب والسبورت ديكومنت والسؤال رايح سؤال جاي وكيف تجاوب وكيف تحكي، هون الجهد الكبير. هاو تو هاندل ات الابليكيشن، اي واحد هي كان بيرفكتد ما في مشكله. فاذا الشرط الاول سنتين خبره. المثل عندنا شو بيقول، اللي بدري بدري واللي ما بدري. انا بدي اخذ، اسمح لي بس اخذ تعليق اسماء من بين التعليقات وبعدين حنيجي
للأسئلة بالتأكيد في بعد شوي في الحلقة. جميع بيقدر يكتبوا أسئلتهم حنجاوبها آخر الحلقة، تفضل. بالضبط. بس أسماء بتحكي لك إنه كندا مقبرة للفن، مقبرة للفنانين، وبتحكي عن صديقة إلها كانت يعني محترفة يعني، لكن للأسف إجت على كندا ما صح لها ولا أي دور. وهذا الموضوع كمان بقود إنه إحنا صار في عنا فنانين عرب موجودين هون، يعني رحمة الله عليه حاتم علي وعيلته كانوا موجودين فيها I think في مونتريال، مظبوط دكتور جمال صوبني إذا كنت أنا خاطئ. أنا بتعرف يمكن بدي أتدخل هون، أعتقد لهذا السبب الحكومة سمته self employed، إنه يجي يشغل حاله ما ينتظر إنه يجد وظيفة عند أحد. الفنانين بشكل عام صعب إنهم يجدوا وظائف، وأنا صراحة شفت الجالية الصينية أكبر، بتيجي بتلاقي واحد هون عايش وبيعرفش يحكي إنجليزي، فاللي فهمته إنه معظمهم جايين أرتست ودانسرز ومش عارف إيش، وبيجوا هون بيشوا بيشتغلوا بدوروا. كلامك صحيح وأنا كنت أجاوب، بس أنت يعني سبحان الله سبقتني بالكلمة. عفوا دكتور، تفضل. لا أبدا، هلا إذا تطلع أنت على فلسفة البرنامج، الشخص لما يكون سيلف إمبلويد there is a chance أو there هناك فرصة يقدر يعني يوفر وظيفة لغيره كمان. نعم. لأنه ببلش لنفسه بس بكرة هو الإكسبان. بس هي بتحكي أسماء صحيح، إنك تيجي أنت وتدور على وظيفة في مراكز تعليمية أو مراكز موسيقية أو مراكز فنانين، إحنا ما عنا هيك. نعم. بس لكن أنت بتعرف أستاذ محمد ودكتور جمال إنه هون في ناس هلا دخلوا في مجال الفن والموسيقى وكذا وكذا. يمكن لو كانوا في بلادهم ما بيقدر يوصلوا الوصول هلا. وأنا اسمح لي بس بدي أضيف شغلة تكمل الكلام اللي أنت تفضلت فيه دكتور عمر، لما حكيت إنه فلسفة البرنامج إلها علاقة بالتنوع الثقافي اللي كندا بتأيده وبتحتويه وبتشجعه. هذا الكلام فعليا اليوم لما يكون في عنا مجموعة فنانين خلتنا الآن إحنا نفكر كمجتمع عربي إنه ليه ما يكون في عنا مؤسسات فنية تعمل مشاريعنا الفنية العربية داخل كندا، سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية أو حتى باللغتين، زي ما هو مجتمعنا العربي في كندا بيخلط ما بين اللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، فينقل مجتمعنا ويعرف المجتمعات اللي موجودة في كندا ويعرف الكنديين على العرب والعرب الموجودين في كندا. صار في عنا طموح لأنه صار في عنا فنانين عرب أقوياء موجودين، زي برجع بحكي الله يرحمه حاتم علي، والكان البعد العبقري اللي كان خلفه واللي عمله في الدراما العربية. موجود الآن فنانين سوريين، موجود الآن فنانين مصريين، موجود رسامين عرب رائعين. إحنا يعني نتأمل أنه نستضيف قريباً الدكتور الفنان الرائع عادل عباسي، وحقيقة أنا عرضت جزء من مسرحية عملها باللغة الإنجليزية مع فنانين كنديين غير عرب، وكانت المسرحية ترجمة لمسرحية سكة على بناتك ومثلها، والمسرح كان يعني يضج بالضحك بالمشاهد اللي كانت موجودة. والآن في عنا الأوركسترا العربية الكندية، وعنا فرقة التياترو المسرح العربي، وعنا اتحاد العربي الكندي للرياضة، وعنا أكاديمية الفلكلور والفنون الشعبية والفنون التراثية، وعندنا فنانين ورسامين منتشرين. هذا بيخلينا إحنا كمجتمع عربي نحكي صار عندنا مؤسسات، صار عندنا مؤهلين، صار عندنا كوادر. إحنا قبل يومين كنا نناقش مواضيع إلها علاقة بعض الإنتاجات اللي طلعت، فكان الصراخ إنه ما عندنا فنانين، ما عندنا ممثلين، ما عندنا كوادر. الآن صار في كوادر، صار في فنانين. فأنا بقول بالعكس، الساحة محتاجة هدول الناس علشان، ولا كتاب النصوص سيناريوس، يعني محتاجين ناس يكتبوا وناس يمثلوا، وفي عندنا مؤسسات الان عمالها بتقوم بهذه الاعمال. هو استاذ محمد لهذا السبب
لو هذا البرنامج، أنا لغاية هلا بحكي إنه هذا البرنامج مغيب كان في ثقافتنا وبين مجتمعاتنا. دكتور جمال حكى إنه شاف إنه كتير من مثلاً تشاينيز كوميونيتي أجوا على هذا البرنامج. نعم. بتلاقي أعداد كبيرة منهم. إحنا بثقافتنا يعني مش موجودة البرنامج، إذا بتعد كم واحد مكتب عربي يشتغل عليه بتلاقي محدودين حتى الأجانب. أنا بحكي لو إنه هذا البرنامج كان فعلا مفعل جدا بين يعني بين مجتمعاتنا، هتلاحظ المؤسسات هاي العربية موجودة، شخص زي أسماء لما يوصل كندا حيلاقي وظيفة، مش هتكون صعب له لأنه في مؤسسات تقدر تتبناه. نعم. أكيد هذا البرنامج يعني أتمنى إنه يعني كثير بعض المكاتب الأخرى إنه يبلش يعطوه اهتمام، لأنه بده توعي الناس، ما بتعرف عنه الناس. أنا بوعدك إنه حتشوف بعد شوي فيديوهات حتطلع تحكي عن هجرة الفنانين والموسيقيين وأصحاب المواهب، ويتحدثوا عنه في الفيديوهات واللقاءات بشكل مستمر. وإحنا حقيقة فخورين إنه بنسلط الضوء على أشياء بجوز مننبه الناس إلها. يا جماعة الكل رايح على أبو 300 نقطة بتنافس عليها العالم كله وتارك المجالات الكثيرة، فبنحكي لهم بننبههم طرقوا هذا الباب وفكروا فيه. وهذه واحدة من فوائد هذا البرنامج، واحدة من فوائد مستشار الهجرة الواعي اللي بيوعي الآخرين من المستفيدين من الهجرة، وبيوعي أيضا العاملين في حق الهجرة، سواء كانوا مستشارين مش متمرسين جيدا أو ناس يعني حاولوا إنه يتصدوا لهذه المعلومات فبيفيدهم بهذه المعلومات. وأنا أتوقع إنه في بعضهم بيشوفنا حتى لو ما كان مسجلش ولا كومنت، أنا عارف إنه بعضهم بيشوفنا. دكتور أنا بدي أرجع لسؤالي يمكن الأول اللي هو الكريتيريا اللي بتم تنسيق. حكيت أول إشي إنه أقل إشي سنتين خبرة. يا أنا هلا حكيت شرطين أساسيات، سنتين خبرة وعنده القدرة يكون سيلف إمبلويد لما يوصل كندا. نعم. الشروط الثاني هو عبارة عن مجموع نقاط كلها مجموعها 100 بوينت. نعم. نسبة النجاح 35%. 35%. أوكي. إذا الشخص عمره بين 19 سنة وبين 49 بأخذ 10 نقاط. أوكي. يعني الشاب اللي عمره 19 ولا 49 سنة ما بتفرق. 10 نقاط. فأصبح هون الإيج مش كتير بيلعب فاكتور. لكن واحد عمره فوق 49 بامكانه كمان يهاجر. بدي اقول لك ليش، يعني حتى لو اخذ زيرو على الايج، الا هو الشخص لما يكون فوق 49 بدل ما ياخذ 10 ممكن ياخذ 7، ممكن ياخذ 5 نقاط. فعندك انت الشخص اللي بين 19 سنه وبين 49 باخذ 10 نقاط، سنتين خبره باخذ عليهم 20 نقطه. نعم. اللي مينيمم ريكويرمنت. أوكي. خمس سنوات خبرة 35، يعني شخص عمره خمس سنوات خلص. فأنت عندك على الإيج بأخذ 10 نقاط، على التعليم أنا بتأكد كل واحد منهم لا يقل عن خمس سنوات عندهم عمر خبرة، أي صار 45. التعليم إذا كان معاه بكالوريوس بأخذ 20 نقطة، إذا كان معاه دبلوم بأخذ 15، إذا كان معاه توجيه بأخذ 10، إذا كان معه بي اتش دي بأخذ 35 أو 30. مينيموم توجيهي. مينيموم 35. نعم. مينيموم توجيهي بالدراسة. يعني أحكي لك شغلة، الإكسبيرينس ماكسيموم 35 سنة، 35 نقطة. إذا جاب خمس سنوات خبرة، وأنا متأكد الأغلبية عنده خمس سنوات مينيموم، هي 35. التعليم إذا كان معه بي اتش دي بأخذ 25 نقطة، إذا كان معه ماجستير بأخذ 20، إذا كان معه بكالوريوس بأخذ 15، حتى لو توجيهي بستيل بأخذ 5 أو 10 نقاط. فاللي بحكي فيه أنا الخبرة لحالها كافي، التعليم أتليس حيأخذ له 10 نقاط لو حتى مستوى التعليمي مع دبلوم. حتى لو معه توجيهي برضو بيكفي. عندك اللي هو العمر حكينا عنه 10 نقاط. عندك الإنجليش. الإنجليش أو الفرنسي ما فيش مينيمم للإنجليزي، ممكن يكون عندك زيرو. تأخذ عليها 24 نقطة توتال إذا كنت أنت التوب. لكن بحكي لأي واحد لا اعمل الآيلتس،
جيب قد ما تجيب فيه. لانك انت لما تقدم طلبك للأوفيسر هي شغله سايكولوجي، حتى لو عندك النقاط، يعني انت اخذت، اذا اخذت 35 نقطه على الاكسبيرينس واخذت لك 20 نقطه على الايج هي 55، واخذت 10 على العمر هي 65، يعني انت ناجح. لكن مش معقول انت تكون سيلف امبلويد وعندك زيرو انجلش، شغله سايكولوجي. لانه الاوفيسر ممكن يرجع لك يقول لك انا اي دونت ثينك يو كان بي سيلف امبلويد، بدون ما يقول لك انه الانجلش عندك زيرو. هي عباره عن يعني هي عبارة عن ماتريكس بدك تلعبها صح. صحيح، وبدك تبين للأوفيسر إنه أنت يعني موضوع جدية، إله في جدية عندك في الأمر وفيه اهتمام، يعني شوية حتتعلم مع الزمن حتتعلم. يعني شو اللي بقصده؟ اللي بقصده إذا بتروح أنت على البوينت تحكي 35 نقطة كافية هنا أكثر، بس بحكي الإنجليزي لازم تقدم امتحان وتبين الأوفيسر إنك تعرف شوي إنجليزي. نعم. لأنه أنا ما بدي الأوفيسر تو ديسكواليفاي يو اللي هو بالبزنس بلان اللي عندك إياه إنك تكون سيلف امبلويد. في الاخير انا ممكن اقول لك فور انجلش فور لانجويج بارير، ما تقدرش تكون سيلف امبلويد. صحيح، بس جبت بالايلس 3، جبت بالايلس 4 5 6 في النهايه بتاخذ نقاط، بس ما في ليميت معين مطلوب منك. بالنسبه للانجلش مش مشكله، في عندك اخر شيء 6 نقاط عشان تجمعهم على 100. اذا زوجته متعلمه تاخذ الست نقاط، اذا كان معها بكالوريوس او دبلوم، اذا كانت عامله ايلس تاخذ نقاط، يعني 6 نقاط باخذهم باي طريقه اذا كان متزوج. شايف انه في لهم واسطه هذول الجماعه. فالنجاح انا بحكي معظم الفنانين والكذا واللي عندنا they can get in a point، بس هي اهم شيء الخبره والبزنس بلان. انا في عندي صديق دكتور عمرو، عندي صديق حاب يجي على كندا وميت عشان يجي على كندا، بيشتغل فران بالمخبز وبيعمل معجنات واشياء كويسه، بدي احكي له يحول ويصير يغني. فران ولا بدون؟ ايه ارتستيك فران. انا بتوقع انا بدي يصير يحول يصير يغني. فران. طب دكتور انا حطيت هون برضه الريكويرمنت تبعت الفلوس عشان الناس يمكن سالت عنها، الفند المطلوبة نفسها زي تبع سكيلد ووركر العادية. مزبوط صحيح، بس دائما شو بحكي للشخص، مدام بده يكون سيلف امبلويد لما يوصل الأفضل يكون مع مبلغ زيادي مشان يكون مقنع الأوفيسر. نعم نعم. هون عدد أفراد الأسرة يا جماعة، وهون المبلغ بالكنيديان دولار المطلوب، يعني 4 لازم يكون مينيموم معهم 24,000 كسور، يعني هذا مينيموم. نعم. طيب دكتور في عندك شيء ثاني ولا نبدا ناخذ بالاسئله؟ شو رايك؟ انا جاهز. طيب بسم الله. انا نحات ورسام ولكن ليس لدي شهادات جامعيه في هذا المجال. هذا سؤال اللي سالتك اياه انا، لازم يكون عنده شهاده بالمجال؟ لا ابدا ابدا، انت ما دامك نحات او رسام طبعا، اذا انت اكيد انت لما تكون نحات رسام اكيد عندك رسومات وعندك إيش من شغلك، والشغل الثاني أكيد عندك بيزنس. صحيح، هذا كافي. طيب موضوع بغاية الأهمية وكلها مواضيع صائبة، تحياتي لكم جميعا، يعطيكم العافية، السلام عليكم من المغرب، سعيد دائما بمسي علينا، يعطيك العافية جميعا. لدي موهبة موسيقية خالصة وهي العزف على الربابة، هل في مجال للهجرة؟ سلام خاص ونص للدكتور. سلام خص نص. خص نص يا دكتور جمال. خص نص. سلام خص نص. ربابة. الربابة. هل الربابة بيعزف في وين؟ يعني هل هو بيطلع على مسارح ومعروف وكذا وبيقدر يزود جزء من أعماله؟ أكيد، بس إذا بيعزف في البيت أو قدام أهله أو مع الأصدقاء طبعاً أكيد ما بتزبط. يعني تكون البزنس تبعه دكتور عمرو هيك كأنه. هل فتحت كندا الرحلات الدولية؟ يا رجل قاعدين بسكر، خليها على الله. الموضوع خليها على الله. طيب هون رجع سألنا الببليشنج إديتر. إيه سألنا هذا. يب. يا هو كواليفايد، زي ما قلت لك أهم شيء اي واحد بتواصل معي كتير بهمني الريزمي السي في، هي بتوضح كل شيء، احكي تفاصيل شغلك وشو انتاجك،
لانه منها بقدر اقول لك انت مؤهل غير مؤهل. زي ما تكون زي ما قلت لك انك سهل تكون مؤهل، اللهم بس بنعمل فيريفيكيشن لطبيعه عملك. نعم. هل يشترط ممارسه هذه الوظيفه اخر سنتين؟ هو مفروض 3 سنوات 2 in the last 5 years. اوكي. يعني 2 في اخر 5 سنوات. طيب، عندي صديقة ممثلة معروفة ببلدها وهاجرت إلى كندا، ولليوم ما حصلت في إدارة الخنون ببعض الأفلام، أدوار المرأة للمتحجبة. أوكي، بتحكي أسمع عن الموضوع. يس. طيب، هل الكتاب والمترجمين لازم يكون عندهم شهادات جامعية أو يكفي أن يكون سنة أولى جامعة؟ لا، مش شرط الشهادة الجامعية. بنحكي الشهادة الجامعية شرطين أساسيات، بعيد نفس السؤال عشان أوفر على البقية. شرطين أساسية، أنا ما حكي شرط أساسي إنه يكون مع شهادة جامعية، شرط أساسي يكون 2 سنين خبرة، وإنه يقدر يثبت إنه بيقدر يكون سيلف إمبلويد لما يوصل. فالشهادة مش مهمة، الشهادة تعطيك نقاط زيادة. نعم. طيب، بنتي عندها موهبة القيثار، هلا مش عارفين عمر بنته، إذا أقل من 18 وأكثر من 18 دكتور لو تعطينا. وإذا بتشتغل في الموضوع أو لا؟ يس، يعني مش موهبة بس يعني. آه. لا، كموهبة ما تزبط. هو لما نحكي احنا نحكي انه يعني بروفيشنال تالنت، انه هو بمارس ومعروف وله انتاج و يعني له وجود. سؤال ثاني، انا زوجي ممرض وهو خبير بالكتب وخبرة كبيرة واسعة، ولكن في اخر 2 سنين لم يعمل في مجال الكتب، هل هذه الخبرة تعتمد؟ لا، مجال الكتب بأي مجال؟ البابليشنج اديتور، نفس السؤال طبعا. كبابليشنج اديتور، يا اكيد. في سؤال، النقاط جاوبناه. هل ورقة الخبرة يعتمد فقط بختم من الجهة المعنية اللي هي مثلا الشركة، ام يجب ان تكون مختومة من جهة حكومية؟ مثلا يكفي ختم دار النشر ام تطلب وثائق من الحكومة؟ هلا الذكر احنا بنحكي كله انك انت سيلف امبلويد. نعم. يعني معنى اخر، اذا انت موظف باحدى المكتبات اسمك بالنهايه موظف. نعم. انا دائما يعني انا بحكيها هذه يعني رايي خاص، تمام؟ اعتقد الاوفيسر اللي بيشترط عليك يكون سيلف امبلويد في بلدك مشان يكون عندك القدرة العقلية والمالية انك تكون سيلف امبلويد لما توصل كندا. نعم، متعود. لكن وجودك انك في خبرة 10 سنوات في مجالك وكون بروفيشنال احيانا ممكن تزبط، بس بدك بطريقة استبيشن يكون الاوفيسر تقنعه انه شخص صح موظف بس كان في موقع مسؤولية او مدير وكذا، عنده القدرة يكون بهذا المجال كسيلف امبلويد. يعني معنى اخر، اذا انت عززت قناعة الأوفيسر إنك تكون سيلف إمبلويد بكندا لما توصل، ممكن يغض النظر إنك تكون سيلف إمبلويد باك هوم. نعم. طبعا هذا اجتهاد خاص فيه أنا. جميل. هذا أنا كنت بدي أفشي عنه بس ممتاز. بقول لك اللي عمرهم فوق 50 بيطلعوا مع المشجعين. لا بالعكس، أنا عندي واحد يعني مخرج فنان عمره 56 سنة أو 57 سنة حتى عمره، ما في مشكلة، العمر مش مشكلة، العمر بس تأخذ نقاط أقل، بس في المقابل عندك سنوات خبرة. يعني واحد زي حاتم علي عمره 58 سنة، كل دول العالم تطلب منه يروح لعندها يهاجر. أكيد. يب. آخر سؤال دكتور، في سؤالين أو سؤال ونصف خلينا نحكي. عندي سؤال، ماذا عن طلبات اللجوء؟ تحب تجاوب ولا أنا أجاوب دكتور؟ هو سؤال عام، طلبات اللجوء إيش؟ شو السؤال؟ أنا بدي أحكي له إنه إذا بتروح على قناتنا يوتيوب كنار تي في لايف، بتدخل على الأعلى بتلاقي فيه بلاي ليست، بتدخل على الهجرة بتلاقي كل الحلقات اللي سويناها، ومنها أكثر من 4 حلقات عن موضوع اللجوء سواء من داخل كندا أو من خارج كندا. طبعاً في سؤال بدهم تلفون لتواصلوا معاه، هيفا هذا تلفون الدكتور، وإذا بدك أي شيء تواصلي معي أنا بوصلك مع الدكتور هيفا، موجودة في كندا ومن الزميلات والصديقات اللي نعتز إنها موجودة دائماً ومشاهدة للقناة.
رضوان بيحكي سلام شباب، سلم لي على الدكتور عمر وما جاوبني، انا تواصلت معه اعتقد بعت له ايميل ولا ايش يا رضوان؟ في رضوان سروان اعتقد رضوان ممكن بعث لي السي في تبعته برجع له ان شاء الله باي تومورو. خلص رشدي تبع الربابه حيتواصل معك اليوم، فان شاء الله اليوم الجمعه ابعتوا. انا برجع بحكي بذكر انه الدكتور عمر بيحب الشخص اللي ببعث له ايميل على الايميل اللي موجود على بالسطر الثاني اول شيء info@amroimmigration.ca، اعملوا سكرين شوت وبعتوه على هذا العنوان، ابعتوا فيه كل المعلومات اللي بتقدروا تحطوها، ما تعملوا زي الناس بعض الاصدقاء اللي بيعملوها تشات مرحبا دكتور عمر وبستنى الرد، اليوم انا سمعت انك عندك حلقه كان وبدي احكي معك بستنى الرد، مش الموضوع تشات. دكتور عمر عنده وقت وجهد لا عشان يجاوبك، فابعث له كل المعلومات اللي ممكن توفر له اياها بلس السي في تبعتك، ولزوجتك اذا انت متزوج، وللعزابي ان شاء الله بتجوزه. الله يجوز الجميع ان شاء الله. طبعا خلصت الاسئله عندي، تفضل استاذ محمد. بدي اشكر الجميع صراحه، الحلقه كانت حلقه ممتعه على قدر ما هي متناغمه مع اليوم، اليوم كله مواهب الظاهر وكله يعني دعاة فن وناس حساسين وشفافين، ضمن هذا الجو المناخ اللي حطيتونا فيه صراحه يعني بدي اقول شكرا لكم، المعلومات قيمه جدا وانا بصراحه مبسوط جدا انه احنا بنعطي اشياء جديده، يعني اعطينا الاونر اوبريتر، الان اعطينا موضوع المواهب، سلطت الضوء على مواضيع مختلفه في الهجره تحركت، بطلت مجرد معلومات جامده الناس حافظينها وعمالهم بيطلعوا بيرددوها من كتاب هيك، يعني صار في مجال انه الناس تحس ب مجالات مختلفة ممكن يستفيدوا منها. يعني بدي أشكرك دكتور عمر، المعلومات استفدنا منها، أنا على المستوى الشخصي استفدت منها بشكل كبير، وإن شاء الله يكون المشاهدين استفادوا منها. معلش دكتور عمر، أنا عارف إحنا تجاوزنا الوقت، لكن عشان حبايبنا في سؤال أخير إجانا. أنا فنان سوري لاجئ في الأردن، تخرجت من إيطاليا دبلوم هندسة معمارية، تخرجت من إيطاليا ودبلوم هندسة معمارية في سوريا، لكن لم أعمل في الهندسة وشهادتي حرقت في الحرب في سوريا، ولكن أعمالي الفنية موجودة فيني، أبعت لكم إياها، عمري 59 سنة. أي أكيد مدام الشهادة مش موجودة، هي الفكرة فيها أنه مش هيأخذ عليها نقاط كفاية، لكن اذا تقدر تثبت اعمالك، الا طبعا ضروري، ما بعرف كيف انت اذا عندك اعمال، هل تعمل اعمال انت ضمن وظيفه بشركه معينه ولا انت صاحب الشركه او المؤسسه هذه، يعني كيف تعرض اعمالك وكيف تبيعها وكيف تقدمها للناس، هذه اذا بتعطيني المعلومه هذه بقدر اقول لك كيف ممكن اساعدك. حسام تواصل مع الدكتور على info@amroimmigration موجود على الشاشه الان، وان شاء الله بنتمنى انك تقدر توصل على كندا انت وعائلتك ان شاء الله. في النهايه حابب اشكر دكتور عمر، بعطيك اخر دقائق دكتور اذا عندك اي شيء بتحب تضيفه. اهم شيء شباب وشابات وجميع الاعمار، والبرنامج للكل مش لشخص معين، يعني شباب القلب يا دكتور للجميع. اهم شيء زي ما حكى الدكتور جمال لما تبعث لي ايميل، لانه تخيل انا بيجيني ايميلات يعني ممكن 200 500 ايميل باليوم، فصعب اني انا واحد احيانا واحد بقول لي انا لاعب كره قدم بس بسكت، بضطر اودي له نفس المعلومات. لا، من بدايتها انت ما دامك انت بتتابع هذا البرنامج وعارف، ابعث لي السي في بكل التفاصيل، ساعتها انا بمسك السي في وبودي لك شو التفاصيل، شو بقدر اعمل لك، هل انت كواليفاي مش كواليفاي، شو المطلوب منك، فهيك بتوفر وقت على حالك بتوفر وقت علي وبجاوبك بسرعه. لكن اذا كان سؤالك هو سؤال كلمي ومش حاط تفاصيل، للاسف ممكن ما ردش عليك، لانه في ناس اولى منك بيعطونا تفاصيل بدون قراءات على السي في تبعتهم حتى اقدر اجاوبهم. نعم. في نهايه هذا اللقاء حابب اشكر دكتور عمر على المعلومات اللي اعطانا اياها،
وأذكر جميع المشاهدين أنه كل الحلقات موجودة على كنار تي في لايف، كلمة واحدة بتمر الآن تحت الشاشة، كنار تي في لايف، سواء على الفيسبوك على التويتر أو على اليوتيوب، كلها موجودة. لكن أسهل إشي تدخلوا على اليوتيوب، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب قبل ما تدخلوا، وتعملوا لايك وشير لكل الفيديوهات. تدخلوا على البلاي ليست بتلاقوا كل البلاي ليست تبعون الحلقات تبعتنا في مفصلة بالتفصيل وبشكل سهل جدا توصلوا لها. بالنسبة للحلقة اليوم الساعة 9 لا تنسوا تشاهدوها بعد أقل من 3 ساعات، حلقة موهوب العرب من كندا وأمريكا، الساعة 9 بتوقيت كندا الشرقي، نيويورك واشنطن نفس التوقيت. فإن شاء الله نراكم على خير، وما سلام عليكم. السلام عليكم، تصبحوا على خير اللي عندهم ليل. أنا بس بدي أحط لهم برومو موهوب العرب كمان مرة.